ورجعنا تاني في بيت أميرة، ويا رب هكون دايما خفيفة على قلبكم دايما إن شاء الله. أنا بوجه تحية للإعلامي الكبير محمد فودة، بشكره جدا وبشكر جهوده دايما اللي موجودة ومبذولة دايما في كل حاجة. وبذكر برضك من ضمن الشكر الأستاذ الفاضل محمد طارق فودة من جريدة اليوم السابع، بجد متشكرة ليكم وعلى وقفكم ودعمكم لبرنامج بيت أميرة، ولكل الناس اللي بجد محتاجة مساعدة، محتاجة أي حاجة، فبجد واقفين وساندين زي ما بيقولوا كده، ودايما متألقين بإذن الله. رجعنا عشان نشوف برضك الشيف عمل إيه، هنشوف مع بعض. إزيك يا شيف؟ إزيك يا فندم؟ وصلت لإيه؟ صبينا شكلمة تمام، عجناها كويس تمام، وصبيناها بنفس الفورم دي، فورمة كيس حلواني تمام، وصبيناها بنفس الفورم دي تمام. هتزيني بقى بالمتاح عندك ايه، أوكي. ان كان كريز، ان كان اي شيء ايا كان تمام، حطيها ايه على الوش بتاعها، زيني بيه بس يكون قابل اللي هو يخش النار. تمام تمام اوكي. عسلنا طلع برضك، عايزين الكاميرا تيجي عليها شويه كده يعني تظهر حلاوتها وهي اصلا جميله. تسلم ايدك يا شيف. هي الرواني كده خلاص عموما هتطلع، يا دوبك هندخل الشكلمه، الروان هتطلع تنسقي، وبعدين ايه نبدا نفنش فيها تمام، عشان برضك الشكلمه حساسه شويه، الشكلمه حساسه شويه في النار بتاعتها. احنا معانا مداخله بقى، نقول الو. حضرتك اللي تقول الو. الو الو الو. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. ازاي حضرتك؟ اميرو. اي حبيبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا قلبي تمام، منوره الدنيا كلها. تسلمي لي، ربنا يخليك. انا ام عبد الرحمن من بحيره. ازاي حضرتك؟ منورانا والله. ربنا يعزك. كنت عايزه منك يا اميره بالله عليكي رقم الشيف محمد طعيم. خلاص ضروري. حاضر، الكنترول معانا وان شاء الله يتواصلوا معاكي ويدوك الرقم. تمام، شرفتينا. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يعزك. عايزة اكلم الشيف محمد. اتفضلي معاكي، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم يا شيف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحت امرك يا فندم. منور يا شيف، تسلم ايدك. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. تسلم ايدك والله يا شيف على الحاجات الحلوه دي. ربنا يحفظك يا رب. رمضان بقى ان شاء الله. ان شاء الرحمن، ان شاء الرحمن كده ان شاء الرحمن في ان شاء الرحمن في رمضان هننزل استفات جديده، وهننزل شغل ان شاء الرحمن جديد. تمام، زي المدلعه والكنافه العثماني والكنافه بالمانجا والكنافه النوبلز. هو هيدلع الكل ان شاء الله. حاجاته بجد جميله. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يعزك. تسلمي لي يا رب. كل ذوق. ربنا يخليك. نجاح يا حبيبتي يا رب. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي، متشكره على دخلك. مع الف سلامه. بجد منورنا يا شيف والله، وحاجاتك ريحتها كده جميله. كده الروان طلعت معايا اهي ما شاء الله، حتى السمك بتاعها خفيف. خالص للاطفال. طب وريها لنا كده للكاميرا. بسم الله. يا شيف لو سمحت اهي، هات الفوطه. لا لازم تبان يا جماعه يعني. سمكها جميل جدا. سمكها انت هتسقيها شربات تمام، الشربات بتاعها. لو انت عايزه ما بتحبيش الحاجه تكون سكرها عالي، ما تكتريش شرباتك. حسيتي انت زودتي بتتصفى عادي تمام، انت حسيتي انت اتكيتي في الشربات بتاعك بتتصفى عادي خالص. انا بسقيها على حسب ما انا محتاجي لايه، للسكر بتاعي، لان ما بنحليش الحاجه قوي اصلا. يا شيف هنعمل بس حاجه بسيطه جدا، ان احنا نقدم السكر اللي عندنا ده. اتفضلي. يعني احنا معانا حاجه متالقه وحاجه عسوله خالص، الاستاذه بسنت سيد منورانا. منورك يا رب، ربنا يخليك. ايه يا سكرايه يا منجيه، بحاجاتك الحلوه دي. ربنا يخليك. دايما بفاجئكم بحاجات جميله برضو، يعني الحاجات بتخطف العين، الحاجات الجميله، الحاجات الراقيه اللي بجد بيبقى حاجه لوحدها، حاجه ليكي انتي مميزه، وحاجه تحفه فنيه تحط عندك. فبجد احنا معانا تحف فنيه من الاستاذه بسنت منورانا. ربنا يخليكي بنورك. عايزاكي بقى تتعرفي على نفسك وتعرفي الناس وجمهورك كده بيكي. تمام. انا بسنت، وعندي 19 سنه. هو انا بدرس حقوق خارج المجال ده خالص. لا 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 كمان هترفع علينا قضيه كده من اولها بقى. لا خالص. تمام. بس هو انا اصلا بدات في الاول برسم. كنت برسم وكده، بدات الاول برسم بناطيل.
كنت برسم على الهدوم عامة عادي، يعني أي هدوم، بناطيل، في فيديو سويتشر. على فكرة أنت بعتهولي أنا استغربت، يعني الرسمة على الهدوم بجد تحفة برضو، دي حاجة فنية غير ده كمان. هو أنا أصلا في الأول بدأت بالرسم، بعد كده رسمت كذا تابلو كده، بعد كده بدأت بقى أشوف الحاجات دي على بنترست وكده بأبلكيشن. فلما شفتها أنا ما كنتش عارفة أصلا إيه المادة دي ولا أي حاجة عنها. فبعد كده هي أختي بقى بدأت تشوف إيه المادة وكده، فشافتها لي جابت لي اسمها. بدات بقى انا بعد كده اعمل سيرش وبتاع، وبدات اطلب الحاجات على فيسبوك على الاونلاين. يعني عادي هي اللي شجعتك مثلا؟ يعني هي احنا الاثنين كنا عايزين نبدا الموضوع ده مع بعض. بس انا كملت فيه لوحدي، هي كسلت بقى حبتين. انت حبيتي الموضوع؟ لان هو كان الفيديوهات كانت شكلها حلو، الاشكال شكلها حلو. لا احنا نوريهم الاشكال. انا ما بحبش اقعد كده، يعني لما اوري الناس الحاجات على الطبيعه يعني شوفوا. لا برضو دي تقيله. ما هي مش بتبقى خفيفه، لان لو خفيفه ممكن تكسر. يعني لكن لازم تبقى تقيل. لازم الصواني بالذات او اي حاجه، حتى لو شايله او كده كب كيك ستاند، لازم برضو يبقى تقيل. شوفوا اللون تحفه بجد، جميله. تسلم ايدك والله. دي برضو. طب انت بتجيبي ده ايه وتحطي ايه؟ مش فاهمه برضو. دي ماده الريزن عامه. ده بقى بيبقى كريستال. هو ده تحسي ان هو اكتر ارفعي ايدك بس فوق كده، عشان الكاميرا بس تجيبها. جميله. هو بيكون زي الازاز كده مثلا، بيدي شكل اكتر. بس لكن دي بتبقى الوان. اعمليه كده تحت كده، بحيث ان هو يبان الكاميرا تجيبه. دي بقى بتبقى الوان. واو بجد تسلم ايدك والله. تسلم ايدي يا رب. دي بقى بتبقى الوان، هي بتبقى عباره بقى عن الوان. انت اللي بتعملي عامه، تختاري تنسيق الالوان مع بعض، يعني ده عامه هي بتبقى الالوان من دماغي. الحاجات دي الالوان كلها. ده كمان ده عامل لوحده بالظبط، ده يعني اكتر حاجه بتاخد مني اصلا وقت، ان انت تقولي لا ده هيبقى مع ده. طب بالزبط. ده بياخد فكر تاني ووقت تاني كبير جدا بالنسبه لي. بالظبط، هي دي في الاول يعني دي اصلا قعدت افكر فيها كتير جدا ان اطلعها بالشكل ده. جميله بجد، حاجه جميله جدا. حاسه انها ممكن يبقى طقم على بعضه. بالظبط. كمان ان هي دي الصينيه عامه بيبقى على الكوسترز بتاعتها، يعني دي حتى الكوسترز بتاعت اللي هي الاجنحه. ده المفروض ان هو كوستر كبير عادي. معانا برضك الفيديوهات، الفيديو معانا جميل جدا والحاجه تحفه. يعني انت فنانه شامله زي ما بيقولوا كده، يعني هدوم ماشي، تابلوهات ماشي، اي حاجه هتلاقيني ماشي فيها. ده فن على فكره ما شاء الله، يعني واصلا والله يعني هو بياخد وقت كتير جدا مني، كان وقته عقبال ما ينشف بياخد وقت طويل. ايه اكتر حاجه عملتيها وخدت منك فعلا وقت طويل؟ دي اكتر حاجه اخذت مني بتاع كتير، لان انا صبتها على كذا مرحله. دي اخذت مني وقت شويه بس مش كتير بقى. انا بوريها للناس علشان تشوفها كمان، بس هي تقيله يا جماعه. هي ما هي لازم تبقى تقيله فعلا عشان ما تكسرش. جميله جدا، يعني دي اخف منها شويه لان دي ما اخذتش كذا صبه. والاشكال دي يا جماعه تحفه جدا. دي عاملها لازم اجيبها، مش هقعد ساكته لما اجيبها. ده تتعمل بيها ايه يعني؟ هي دي الكوسترات اللي هي تتحط عليها الموج او كده. جميله جدا. عايزاكي برضو تشيل الحاجات اللي هي الطويله دي. دولت المفروض كوستر يشيل برضو، هيورينا الحاجات ويعرضها. أوكي. عشان هنختم بس كده، عشان ممكن نقدم عليها كمان. الروانه طلعت تمام، وهنشوف ده كمان يا جماعه اللي عامله برضو دلايات بالاسامي. عايزه اصحيح الفيس بتاعك او البيج بتاعتك، يعني عرفينا. هي المفروض ان هي اسمها جاليري حور على البيج على انستجرام وعلى الفيسبوك، وفي جروب. بس الاكتر بنزل عليهم انستجرام والبيج. تمام. بس وفي بقى رقم الواتساب. اوكي تمام، ان شاء الله باذن الله اشوفك في احسن وتقدم ان شاء الله. حابه تقولي ايه في السنه بقى الجديده؟ يعني دخلنا على السنه الجديده اهو، بس حابه تقولي ايه وان انت تعملي ايه؟ هقدم اكتر حاجات اكتر، وبرده يعني هفضل اقدم في الموضوع ده. يعني هو انا مش يعني عايزين نعرض بقى الحاجات. أوكي. تمام، نشوفها مع بعض. جميله جدا، وريها لنا يا شيف. تسلم ايدك بجد، ده فينيش بسيط للروان. تمام، يعني انت برضك يعني على حسب المتاح عندك ايه. انت عملتي الروان تمام، على حسب المتاح عندك ايه تقدري تفنشي بيه ايه الصينيه. تمام. اوكي تمام. معانا الشكلمه برضو. تمام. اوكي، يا ريت توريها لنا، لان عمالين يقولوا الوقت خلص، يعني ما حسناش بالوقت. هي خلاص جدا بجد الوقت. انا عليت عليها النار سنه، هي ما بتحبش النار. تمام. اوكي
هنشوفها بقى مع المشاهدين. ويا ريت يا ريت توريها لنا. ايوه كده جميله. تمام. جدا استاذه بسنت نورتيني والله. نورك يا رب والله. وان شاء الله تتكرر تاني باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حاجاتك جميله وانت روحك حلوه ان شاء الله. والشيف نورنا النهارده بجد. نور حضرتك يا فندم. المساعد بتاعه ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك وتسلم على الحاجات الجميله اللي قدمتها. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يحفظك. متشكره جدا. وان شاء الله استنونا في برنامج بيت اميره. بس الموسم بتاعنا خلص. بس استنوني في برنامج فاعل خير ان شاء الله على الفيسبوك. ان شاء الله تتابعوني. ربنا معانا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وأشوفكم على خير في أمان الله.